والسلام عليكم، مرحبا مليون واهلا وسهلا ورحب فيكم في لعبة They Are Billions. طبعا 100% ميديان بوبوليشن، كل شيء عادي، مو بدنا 70 75 او 100. انا كنت ابغى ادخل يعني، بس اذا السالفة بالطريقة هاي اروح تشالنجينج 100%. مو نشوف، يمكن خلص يمكن ما خلص، اذا توهقت اقدر انزل الصعوبة، لكن بنشوف كيف تمشي ويانا الامور. هاي اول ما بديتها يمكن 5 ايام ما كملت، دشوا علي زومبي. اللعبة بس فيري تركي على فكرة، فيري تركي، مش بالسهولة هاي على فكرة. لازم اللعبة يبالها استكشاف، يبالها دنيا، يبالها. خلينا نحط البيوت اول شيء، بشرح لكم عن اللعبة ونحن نلعب. بشرح لكم عن اللعبة ونحن نلعب. والله خريطة عشوائية، شكلنا بتوهق فيها. مساحة مفتوحة خرافية. ستون وود، بنحتاج هذا كله، ونبغى ريسورس، يبغى 300 جولد بعده، نبغى حد يدافع هني. بس الخريطة وايد مفتوحة، بتلعوز خريطة از نوت ايزي، نوت ايزي. لحظة خلنا اشوف. زين اوكي، بسوي نقطة دفاعية هني، بسوي نقطة دفاعية. والله اني فاضي المكان، very nice. بسوي سومل، ابو خشب فنان، بس بيسد الدرب هذا هني. بسوي خشب هني ومال حصة، 4 حصة. حلو ايرلي وايد، اوكي هذا اوكي. نبغى نسوي اوكي روما طوف، اوكي فيري نايس. خلنا بكتشف المنطقة اشوف شو السالفة. هاي هني نقطة دفاعية كبيرة، انا مش مرتاح للمنطقة، خلوني اطرش هذا. هاي تسكيرة حلوة، هاي بعد تسكيرة جيدة ومكان امتداد جيد. روما وصل لين هني، وعندي ابو اكل. اشوف شو عندي بعد اروم ابني كل شيء ثاني. يبالي 20 حصة قبل لا ابني هذا. هو عندي 10 خشب، لا ما عندي. وين الحين ادافع على وين ولا وين بالخريطة؟ عودة يمكن ما نستمر فيها كامل، خلوني اذبح هاي شوي. وابا بس زين، عندي بترول في الوسط، بترول في الوسط بيخدمنا خدمة ترى. تشوف اكل 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 اكل، كل ما كان مكان اخضر كل ما كان فيه اكل اكثر. بس لحظة، ما عندنا خشب، خشب ما عندي. بس اذا حد ياني من هالصب بتوهق بموت. انت وقف هنا، انت وقف هالصوب. توقف هالصوب، ما اعرف. دافع دافع الطريقة هاي، منطقة وايد مفتوحة، منطقة مفتوحة ما تخدمنا ابدا ابدا، ما تخدم لي منطقة مفتوحة الحين. خلنا ندافع عن المكان هذا. ابا خشب، دفاع عن هاي المنطقة. It will be difficult, it will be very difficult. ما بيكون easy ابدا، وايد صعب.
المشكلة الحين أنا محتاج أبني هذا. فود ما عندي، مشكلة فود. محتاج فود 19. لا هذا رقم واحد مكانه. هانتر كوتج فوت بلاي بلس 3 ستيك ستراب. باخذ هانتر كوتج، ما اعطوني شيء زين. يا ليتهم اعطوني تور ولا شيء. ما اعطوني تور للاسف ولا غيره. كل واحد خليه يغطي مكان، لاني الحين ببني هذا. هذا مصنع الجنود، مصنع الرجال. هذا مصنع الرجال اللي راح نبنيه. زين نبغى خشب. كيف ممكن ازيد انتاج الخشب عندي وانا الخريطة عندي صعبة؟ خلها يدافع. منطقة مفتوحة. محتاج انرجي. لحظة شو بالي حق الامتداد هذا. 10 10. هذا بسوي دار حاليا بسوي دار مؤقت، بس على اساس لو في شيء يعني، لان في اي لحظة ممكن من اي اتجاه اي شيء، فأنا لازم احسب حساب الأسوأ. تود يبا، وعندي ابا احط الود وركشوب، بس هذا يبا رواي شغلات. لحظة كم وركر عندي؟ عندي 2 وركرز. الحين اقدر ابني بيوت زيادة. خلنا نحط هاي البيوت. انرجي 10 وود 40. هذا تمام من متطلباته. وعندنا هذا اللي دار بنتمم الحين، ان هذا اللي يوصل هناك فوق يبالي يدافع. هذا بعد بسوي له دار. هذا دار ويوقف ورا اللي دار يدافع. اذا احتجت ارم مكبره مو مشكله. مشكلة الخشب انتاجه بطيء عندي. حصل منطقة افضل منها بالخشب برتاح، بس حاليا مو في منطقة افضل منها، فخلني صابر على اللي انا عليه. سوري هذا يوصل لين هني. نبغى تسكير هالمنطقة، احس بيكون من الشغلات جدا صعبة، وايد صعب، very difficult. هذا حطيناه هني. روما سكرة، بس وش كبر المنطقة؟ المنطقة الضخمة تستوي، وهذا شيء مش في مصلحتنا على فكرة. كل ما توسع الإدار كل ما توسع مدى هجومهم، ترى هاي المشكلة. هاي مصيبة بحد ذاتها، مش مشكلة، مصيبة. تعرف شو المصيبة؟ مصيبة. الحين اللي قاعد اسوي قاعد اني اخذ وقت وايد.
اني لو خوست الخشب حبة يمين كنت يمكن ارمي احطي واحد يسار، بدبل انتاج الخشب مالي، لكن ما في منطقة غابات قريبة. هاي المنطقة وايد حلوة، يدعوني من اليسار في حد جاي هني. اوكي ممتاز. كنت ابغى اسوي ويندمل مالي راح يكون عند البركس، عند السولجر سنتر. اهم شيء ما يصير حشر يجيب ناس زيادة. ها ما نحتاجه هني، تعال اذا احتجتك هناك ودك شيء دار. ما تشوف اعداء هناك، كان فاضي مساعي مسرنا. انت تسوي سبورت حق الاثنين اللي هني، شكلك بتوهقنا انت، مش شكلك بتوهقنا، متأكد انك بتوهقنا. وود وركشوب نبغى 10 سولجرز بلس 2 وركرز، ابى 5 من هاي ال 1 2 3 فود. ما عندي فود 16 يا حبيبي. انزين ها مشكلة، مكان خطر الحين، ما في دفاع، ما في اي دفاع الحين، بس هاي بالا وود وبحطيه دايركت، هذا ما بطول فيه. انتظر تعال وقف هني، دافع المكان. هي عارف عارف قاعد يهجمون، عارف انا مستوعب انه قاعد يهجموا علي. هذا شيبه ما بسوي سولجر سنتر ثاني، ابا وود، لان حتى لو احاول احط سومر ثاني اقدر. حطي واحد ثاني خلاص، بيحل لي مشاكل خفيفة. اي مشاكل خفيفة، بيحل لي مشاكل ثقيلة هذا، لان هذا انتاجه بطيء وايد، ما يمديني اسوي شيء. الحين بيني فل خشب، ايوه وشو اللي فوقه ما حطيته، وير هاوس عقب، وير هاوس عقب. الحين اذا اقدر انتج اي جنود بالضبط، بنتج جنود. زين انت الحين بتنتج لي جنود، وانا بمتد لين تحت شوية، وابى احطي هني جنود اكثر. اوكي نايس. ما الحصة شو اخباره؟ كله فل براي، اذا نقص الحصة بشغله، ما محتاج كل شيء. هاي لا لا، القاعدة الابتدائية هاي بتخرب من الموازين شوي، لكن تعرفون شو، حطي وحدة هني وبمتد هني، بسكر هالمكان وبسكر فوق. بس الحين يبالي انزل شوي، خمسة زيادة حق الهجوم اللي بيه. عقب يومين عنا هجوم، كل واحد كم يباله ما اعرف، بس يباله وقت. تعال ساعد هذا، اوكي هاي القاعد يجون بيلعوزونه لأنه شافوا
اوكي خلنا نزيد التأمين حبة، وابا ازيد الوركرز، وابا احط قد ما اقدر من هاي. في عندنا 7 وركرز، انرجي عندنا، بحط يمل بعد. وين اقدر احط يمل؟ انا هني بحط يمل هني، لان هني مره ما حطي شيء اصلا كل الاحوال. وهني ابا حق مزرعه، وابا وحده تكون هني. زين، وانت تعال هني، ابا مجموعة تنظف المكان، بيرجع فوق بيحمي. انا واحد مو مشكلة، لو في تحرك اكبر ما تشوفه على الخريطة ترانا. اوكي انت تعال، you guys clean this place. بمتد دايركت من احط ال 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 بسوي ريسيرش فارم، اظني فارم بسوي. في كل الاحوال لازم استعيل، في كل الاحوال خلنا نسوي لنا فارم، عقب بسوي كوتج. زين، لو اني ياس اتوسع هني بحطي برج هني، راح شو اسوي؟ خلنا اني من وين؟ هاي تعال هني انت، لانه هذا سريع، هذا ميزة الجندي، هذا سريع. تعال تعال هنا، ابا 5 يتمشون هني على الاقل، ابا 5 يتمشون. نبا وركرز، مشكلة مش هنا، مشكلة نحن داي ناين، ما اعرف كم بلحق ابني. داي ناين اوريدي، نحن متأخرين وايد، متأخرين كداي ناين. مفروض اكون اسرع من كذي، وايد وايد اسرع من الحين، لكن تأخرت. اوكي فارم 42 10، يعني ما منه فايدة. اوكي في 50 بس، شو بمتد شوي زيادة، باخذ المنطقة اللي قدام هني، يعني بحطي هذا 42 42، وبعدين بحطي واحد هني في المستقبل. اوكي بيكون ممتاز. انزين، ها معناه نحن لازم نسوي ريسيرش حق منو؟ حق باريستا، نسوي ابجريد حق هاي بعد شوي، بنبدا نسوي ابجريد قريب. انزين زين، خلها يريبون مشاكل شوي تحت، لان عندنا دفاع. خلها يسوون، نقول كلكم تعالوا تور، نطفو المكان شويه. هذا بيبني لي المكان كامل. ايوه بمتد كيف كنت ابغى، بسوي له فود زياده، فبسوي لي في دفاع هني عندي. هي في واحد يكفي حاليا. بعد هذا سيدي بسوي منو؟ سنايبر، لكن محتاج اطور بيوت للاسف. ما تخلص يعني، اذا بتطور شيء بتدخل في شيء ثاني، بتطور شيء تدخل في شيء ثاني، دائما بالطريقه هاي، دائما يكون بالطريقه نفسها. لكن نبغى تنوود نحن، تن
عود معقولة؟ ما احتاج الخشب، ما يكفيني. ابى اكبر المكان هنا، اعتبره مدافع، واحط لي يمكن مال خشب ثاني، يمكن يسيمكم ما يستوي، بس رو محط اكل، هالشي اكيد. الحين سيفنج معناه هذا اول سيف على اتاك الاولي، معناه الله يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. سنايبر؟ ما عندي جود حق سنايبر، اكيد ما عندي جود. متى عندي جود اساس؟ الحين استوي عندي جود. ها مو مشكلة عادي، ها مقدور عليهم، واحد يكفيهم وزيادة وزيادة. اقولكم عنا وركرز بنحط، يبقى 20 وود. عندي مشكلة في الخشب القهر، اني متمشكل في الخشب. خلنا نسوي هذا. ابو سنايبرز بعد حق ولد ويف، على الاقل 2 3 سنايبرز اسوي لي، بيكون وايد اوكي اذا سويت 2 3 سنايبرز. زين نذبح هاي الاخياس. انتو تعالوا لين هنا مرة، مرة محطة لان في عدو قريب فلازم يذبحونه. اذا ما ذبح العدو القريب اللي هو هذا، مرة محطة لي دار صغير هذا الناقص. وذهل اسف على اللغة، لكن هذا ما يحصل عندما تلعب هذه الالعاب. انزين ابغى احطي ادارة هني، ابغى ادمر هايل، ويب هذا يدافع عن المكان. على فكرة هم اغبياء، يعني على سبيل المثال اذا في درب بس في دار قدام سيدة، يعني اذا في هني مكان فاضي بس هو يهجم هني، ما بيحول مكانه، بيتم على نفس المكان يهجم. هو شي زين حقنا، نحن زين. اروح احطي بالليست هني بعد. اوكي خلينا نشوف اول هجوم وين بينا. اذا يانا من هني بتوهق، هالمنطقة راح تكسر ظهري اذا تنمي هنا الهجوم. هذه الوهقة الاساسية اللي ممكن تستوي عندي، انهم يقررون يهجموا علي من وين؟ من المكان اللي انا ما ابغاهم يهجمون فيه. اوه صدق انا ما ابغاهم يهجمون من اي مكان. اللعبة في شوية عوار بطن ترى، لكن الحين 12 يوم وما يتني هجم، شو السالفة؟ الواحد يخاف يوم يهجوم، يخاف يوم يهجوم. لو ياني من اليمين ياني من فوق بكون اوكي بعد. انزين مو مشكلة، خلنا نحط لنا الباور هني. هنا خشب 30، واسوي جنود سنايبرز. يبالي ايرون، ايرون معناه لازم احط. اوكي مو مشكلة عادي، مش الواحد من ربع هني، بنحط هني حق دفاع زيادة. شكلهم بيبدون يهجمون المكان هذا. اوكي هالمكان مش عارف انا كيف ادافع عنه والله. مش عارف كيف ادافع عن المنطقة هاي. نورت اذا يوم هني اوكي بتكون اموري، يوم هني الله يستر. من يطلع على الخريطة مقرر، بخلي وود حق شو تور واحد، تشوف مو وين بيمكن يجون. الجملة الأولى راح تكون نهاية الحلقة إن شاء الله.
بيون من هني. كنت تعرف ما تزبطش. صبر خلنا نجيب هاي لهني. بس اول هجوم بيكون مفروض سهل، مفروض ما احتاج وايد دفاعات، يعني يكون عادي. المفروض يصير الواقع شيء ترى. خلنا نشوف واقع المفروض وين يوصلني. اوكي خلي هني اثنين حق دفاع، لان هني هجوم مستمر. وانت تم واحد هناك، وانت تعال هني، وانت بروحك دافع عن الإدارة كامل. بحط حديد هنا على فكرة. اوكي خل هذا يكتمل، بكمل الإدارة كامل. مزين اظن هاي اللي كفون حق دفاع حاليا. تمزح، اخر شي هجموا علي من فوق. شوف الهجوم الاول، ما اظن هذا بيلحق ينبني. بيلحق ان شاء الله ما تستوي خبصة. لا لا عادي عادي بندافع عنها. هذا ويف سهل جدا. كان يلف وهالصوب، شكله في هني حاجز، لان الخريطة لو ما كان فيها حاجز من هني كانوا هجموا عليه من الصوب الثاني ترى. والعجيب انهم هجموا عليه من مكان المفروض ما يهجموا عليه فيه. خلاص دام الباريستا استوى بيشيل هايل، ما بهم. باريستا جاهز، مرة طيبة هناك المكان، أموره طيبة في العسل. حتى بحط إدارة زيادة هني وانتهى الموضوع. نخلي واحد هني، أقول لك ما نبغى واحد هني في بلستة خلاص برايه. هاي بنحطيهم دفاع تحت، وبنشيل خشب. ها زين حق الفلترنج وايد حلو، بستعمل منطقة فلتر فيها العالم اللي يبتي، بستعمل فيها فلترهم. فيري نايس. خلينا ننظف البقع الحين، خلاص وقت تنظيف الحين، وقت تنظيف. وقت شو ابجريد حق هاي الفي، نبغى بيوت زيادة. اوكي انتو نظفوا، استمروا في التنظيف. هذا رانا ريايني. ويت توقف هنا. انا وايد نقصت هناك شكلي. هاي منطقة حلوة بعد على فكرة. المهم ها كان وقتنا اليوم، انا ما بطول الحلقة اكثر من هاي. شفنا الهجوم الاول، شفنا كل شيء. بشوفكم في الحلقة الجاية، بنشوف الهجوم الثاني كيف نجهز له ان شاء الله. طبعا مثل ما قلت لكم هالسلسلة نحن نتابعها، واكثر كذا لعبة بنزل، واكثر سلسلة تعجبكم راح نستمر فيها ان شاء الله. المهم ما بطول عليكم حلقة كثير، ولا بحاول ان ما اسوي شيء من غيركم، اسوي كله معاكم ان شاء الله. فنشوفكم في حلقة قادمة.